واخا مشيو للعجين ديال البيتزا العجين ديال البيتزا هي كتجي في السمنة كتجي رطبة وكتجي محمرة انا غنقول لك السر ديالها علاش كتجي هكا واخا المهم انا كندير فيها زلافه ديال الفورص دقيق فورص وزلافه ديال دقيق الفينو وكندير شويه الخميره ديال الدار وشويه الملحه ندير واحد الخماره ايديال وواحد المعلقه ديال النشا معلقه ديال الزبده وواحد الحكه ديال الزعتر الزعتر كيعطي بنه زوينه في العجينه ديال البيتزا النشا والزبده معلقه كبيره معلقه كبيره أوه. معلقه كبيره أيه. صافي كنخلط العجينه عاديه كنديكوها شويه حتى كنساليوها عاد كنضيفو كاس ديال زيت العود هذا هو السر ديالها كتجي هشيشه وكتجي فنه يعني حتى كنعجنوها نساليوها عوض بحال كنزيدو الماء كنزيدو الزيت يعني غادي نجمعوها غير بهذيك المعلقه كبيره ديال الزبده قلتي لنا في المقادير لا كنجمعوها بالماء بالماء كنجمعوها بالماء عادي كنجمعوها بالماء ديالكو عادي عجينه عاديه يعني حتى الاخر عاد نزيدو كاس زيت العود هكذا لانه صافي هذوك المقادير اللي عطيتينا انا شفين معلقه كبيره ما تكفاهمش الزبده باش يتجمعوا لينا دونك نجمعوا بالماء دافي عادي اييه حيت ما فيها لا حليب لا والو واخا اللي بغى يزيد شي كاس الحليب معليش حتى الحليب كيجيب اييه فعلا عندك الحليب ولا ياغورت من الصوص كيهشوه ما بغيناش نكثروه اييه واخا نديرو فيها النشا احسن ندير دونك ملي كتجمع لك العجينه عاد كتزيدي كاس ديال الزيت البلدي كاس ديال الزيت الصغير يعني هذاك هو السر كتجي فيها واحد البنه فعلا وكتجي هشيشه بزاف ونسيت حقه معلقه ديال السكر باش كتحمر لينا اييه معلقه صغيره اييه صافي كنخلطوها وداك الشيء كنعجنوها مزيان المهم ملي كنزيدو الزيت العود صافي كنقادوها على حساب كيف بغينا بغيناهم فرديين صغيرين بغيناهم كبار كنقادوهم وكنخشيهم في الثلاجه شويه اييه يعني هما نورمال واخا في الثلاجه كيخمروا شويه صافي كنجبدوهم على ما نجدو السشوى كنقرصوهم ونثقبوهم راه عادي راه كاع السيدات كيعرفوا باش ما تنفخش كتثقبوها مزيان بالفرشات صافي كندخلوها نطيبوها نص طيبه ومن بعد كنجبدوها من الفراد وكنعمرها كل وحده و اييه الحشوه اللي بغات اللي متوفر اييه ولو غير بخضيره راه كتجي مزيانه الله يعطيك الصحه كتجي السنه ربي يخليك تبارك الله عليك ايمان